مرحبا، قل أعوذ برب الناس من دحلان ومن عباس. معنى هذا الهتاف في المظاهرات اللي طلبها أبو عمار لما شدت الضغوط عليه لتوسيع نفوذ دحلان وعباس. في فترة أفقدت دحلان وعباس الكثير من النفوذ والكثير من الشعبية وصار عليهم طابع غير وطني. طابع غير وطني صحيح، وكانوا على رأس قائمة المشكوك والمتهمين في تسميم أبو عمار. أول ما سمعنا إنه أبو عمار تم تسميمه بعد رحيل أبو عمار، حققوا أمنياتهم ووسعوا نفوذهم، سيطروا أكثر على السلطة وازداد الجاه والمال تبعهم. لكن الرأسين ما تطايقوش ودوائر الكولسة تبعتهم اصطدمت ببعض، بس كمان مش على إشي وطن، على أرضية السلطة. السلطة اللي بقول عنها سلطة فاسدة وبنت وسخة غيره. لا سلامة خيرك. وبليلة فيش فيها ضو قمر قرر أبو مازن يمسح دحلان من البلد. دحلان وقتها قدر يهرب بس من غير أي قوة، لهيك صار يلف العواصم ويدور على أي قوة، بيقدم حاله برا على إنه قوي فلسطينياً وعنده حضور وعنده جماعته، وفلسطينياً بيقدم لنا حاله على إنه صاحب النفوذ الواسع خارجياً. دحلان برا ما استسلمش لأبو مازن، قرر يحاربه داخلياً وخارجياً بقوة المنطق، بمنطق الفضائح والإعلام والتجمعات والمظاهرات بس المحدودة وبكثير من الردع، شوية مسلحين هون ودعم مسلحين في مكان تاني، بس كله ضل تحت سيطرة أبو مازن. مؤخراً أبو مازن مقرر يعمل المؤتمر السابع ويزيح دحلان وجماعته بالكامل. دحلان انجن وقرر يستخدم كل أوراقه. أنا حستلمهم خمس بلدي، لكن تبين لنا انه كل اوراقه ما زالت ضعيفه. مظاهره في غزه، مؤتمر في الامعر، شويه اطلاق نار في جنين وشويه اطلاق نار في نابلس. بجوز حد يحكي لنا دحلان لسه عنده جماعته، بس جماعته لسه ما تحركوش. هدول مش لازم نسال فيهم، لانه اذا ما بينوش في ازمه زي هاي مش حيبينوا. اذا صفى عنا ابو مازن بس كثير منيح، خصم واحد افضل من خصمين. نقدر نركز على ابو مازن حاليا ونشوف تحركاته. على الجانب الثاني بتلاقي في شخصيات وقيادات في الفصائل الفلسطينيه بتحاول تستفيد من الخلاف اللي ما بينهم او تتحادى وتحاول تستفيد من دحلان. طب رجع دحلان او ازداد نفوذه شو حيعمل فيهم؟ هستلمهم خمس بلدي. مظاهر الاتصالات هاي من خلال قبول تمويله والسماح لدخول مصاري على غزة واجتماعات معه او مع جماعته والقيام بجولات ميدانية واتصالات من ورا لورا، وصولا مؤخرا لفتح خط مباشر او غير مباشر من حماس مع دحلان، ودخول دحلان وساطة مع مصر لفتح المعبر او اخراج معتقلين او تسهيلات هون وهون. بس الحمد لله لما دخل دحلان على الوساطة وقال انا بدي احرر الاربع مختطفين اللي موجودين في مصر مقابل تفتحوا لي مكاتب وتسهيلات لجماعتي وعودة بعض الناس و و و الجهات المصرية حلقت له وقالت هذا الموضوع موضوع امن قومي مصري، انت مالكاش علاقة فيه. دحلان طلع هيك عكس كل الجهات اللي عولت وفكرت انه دحلان هيك. طب شو الفرق بين ابو مازن ودحلان؟ بس اسمع السؤال هاد بتفكر الحدا اللي بيسأله خلص على ابو مازن وقرر يخلص على دحلان، مش انه مقصر في التصدي لابو مازن وبده يقصر اكثر مع دحلان، ومش انه هذا السؤال بيساعد دحلان على استعاده شعبيته في الشارع. الخلاف اللي ما بينهم مش خلاف وطني، بالتالي اي حدا بده يستفيد منه النتيجه حتكون نتيجه غير وطنيه. انك تفكر حالك مأمن الارض ومسيطر عليها ودحلان مش حيقدر يعمل شيء، لا دحلان سبق ولعبنا خمس بلدي. يا اخي صعب تعرف كيف الفصيل او القياده اللي قضاها سنوات هو يحكي لنا عن مساوئ دحلان وخيانة يعني دحلان وتآمر دحلان، اليوم كان بيساعد فيه ليرجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذا الفصيل أو القيادة شو بده كل جماعته؟ آه صح، وكله بدنا نحافظ على شعرة معاوية معه، وكأنه دحلان مجرد شعرة مش شعر ممكن يلف عركابنا ويخنقنا. قوات دحلان راح لأربع عواصم عربية واستقوى فيهم علينا، مش على أبو مازن بس، يعني بالخاوة علينا وعلى شعبنا. بعد كل هاد احنا متأكدين انه القوات دحلان بقود علينا، بالتالي اي حدا بيعمل اي شيء بخليه يستعيد شرعيته او يستعيد وطنيته بكون بقود مع دحلان علينا مين مكان وشو مكانت شرعيته. الناس بتقول ما حدش بيجيب الدب على كرمه، احنا عنا دب واحد، بلاش نجيب القوات فوقه ولعله خير.